Hello, I am happy to have joined the Globally Creative Women Award for 2021. My name is Ibtisam Khalaf Allah. My country is Palestine. الحمد لله الذي رفع أهل العلم والمعرفة درجات وسهل الطريق لمن سعى للتدريب وتطوير الذات وأصلي وأسلم على النبي محمد المؤيد من ربه بالمعجزات. معكم المعلمة ابتسام محمود خلف الله من فلسطين، معلمة مرحلة أساسية في إحدى مدارس الأونروا. أعمل في حقل التعليم منذ عام 2001 لي 20 عاما في حقل التعليم. بفضل الله تعالى حصلت على المؤهلات التالية: دبلوم معلمات فلسطين الديني تخصص لغة عربية ومواد اجتماعية، دبلوم معلمات غزة تخصص مرحلة أساسية، بكالوريوس إدارة وريادة، ماجستير إرشاد نفسي، وفي مجالين: المجال الأول العلوم الإنسانية والتنمية البشرية، والمجال الثاني الإدارة والمستشارة التعليمية تحت التدريب في المجلس العالمي للتطوير والمعايير، مدربة دولية TOT. من إنجازاتي: أنا كاتبة ناشئة لقصص الأطفال، شاركت في مشروع أسبوع السعد للكتابة للطفل في دورتين متتاليين لعامين متتاليين. وظفت الكثير من استراتيجيات التعلم والتدريس، منها التعلم النشط واللعب وتوظيف جانبي الدماغ. شاركت في الجائزة الدولية بمشروعين: المشروع الأول يحمل اسم إنسان جديد، والمشروع الثاني يحمل اسم عظماء من بلادي بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، وقد نتج عن ذلك كتيب صغير يحمل شخصيات متعددة فلسطينية ومصرية في جميع المجالات. نفذت العديد من الأنشطة مع طلابي منهجيا ولا منهجيا. شارك طلابي في مسابقات محلية ودولية، حكمت العديد من الاستبانات والمقاييس، صممت العديد من المقاييس التربوية والنفسية، صممت العديد من البرامج لخدمة طلابي، حكمت العديد من حقائب تدريبية لمدربين دوليين في هذا العام. بفضل الله صممت برنامجين: برنامج إرشادي باللعب عن بعد لخفض العدوانية لدى أي من الطلاب المصابين بكوفيد-19، والبرنامج الثاني برنامج إرشادي قائم على نظرية العلاج بالألوان لخفض الحساسية الزائدة للنقد لدى الطالبات المتعافيات من كوفيد-19. ساهمت في تشكيل البرلمان الطلابي المركزي لمدارس الأونروا في قطاع غزة. حصلت على عدة دورات كثيرة، منها القائد الفذ في جامعة ليدز الأمريكية. صممت وتصميم الاختبارات النفسية والتربوية في جامعة الأقصى. شاركت في مؤتمرات عدة وتفوقت في دورة مناهج البحث العلمي الدولية. تكرمت عدة مرات لتفوقي وإنجازاتي. أتمنى أن أفوز في مسابقة جائزة المرأة المبدعة لعام 2021. وأخيرا: من لم يتطور يقهر، من لم يتجدد يتبدد، من لم يتقدم يقهر. Thank you very much دكتور عمران، مس غالية نواس، مس شوقية سلامة، and for everyone goodbye. Thank you.